اهلا بحضراتكم مشاهدينا وفقره حواريه جديده في هذا الصباح. الحقيقه انه محور بناء الانسان اللي اتكلم عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال توليه مقاليد السلطه في فتره رئاسته الثانيه او ولايته الثانيه لم يكن من فراغ. الاهتمام بالصحه جزء كبير من محور بناء الإنسان، ولما اتكلم في المؤتمر الصحفي مع رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حق الإنسان بالمفهوم الشامل، حقه في الصحة والتعليم والمسكن والتنمية والحياة الكريمة، أيضا لم يكن من فراغ. وبيترجم على أرض الواقع، شفنا مبادرة 100 مليون صحة وإزاي نجحت في أنها تشخص أو تعالج فيروس تي والأمراض غير السارية عند ملايين المصريين، وما زالت الحملة مستمرة. شفنا مبادرة القضاء على قوائم الانتظار والمرحلة الأولى منها اللي نجحت في الانتهاء من حوالي 80 ألف جراحة في تخصصات حرجة جدا، وكان أصحابها بيعانوا مرارة الانتظار لأشهر عديدة جدا حتى يأتي دورهم في إجراء العملية، وتم إجراءها بالمجان. وأعلنت وزارة الصحة عن تحقيق المستهدف منها بنسبة 400% خلال 4 شهور من تطبيق المرحلة الأولى، واستمريته حتى 3 سنين مقبلة. الآن تم الإعلان عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في التخصصات الحرجة بالنسبة للمرضى الحقيقة. ونستضيف في هذه الفقرة دكتور حمدي نبوي، استشاري جراحة المخ والأعصاب ومقرر الهيئة الطبية بمعهد ناصر. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا يا فندم، إزي حضرتك؟ هنتكلم مع حضرتك طبعا عن المرحلة الثانية وخصوصيتها والمستهدفين منها، لكن بعد ما نشوف تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة في هذا التقرير. في إطار جهود الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وجه رئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالبدء في المرحلة الأولى للمشروع القومي للتأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وتوفير الإمكانات المتاحة لتجهيز المستشفيات التي سيطبق بها النظام الجديد. كما وجه رئيس السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء ووزيري المالية والصحة بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، تمهيدا لتولي المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل حين انطلاقه مسؤولية التعامل مع الحالات الطبية المماثلة. وارتباطا دشنت وزيرة الصحة هالة زايد المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات قادمة بالمجان. عملنا لائحة الأسعار الجديدة للتأمين الصحي واسترشدنا بيها في قوائم الانتظار فصل تمويل الخدمة عن تقديمها، وده بالضبط اللي حاصل في قوائم الانتظار، وتعزيز التنافسية مقابل جودة الخدمة، وده تماما اللي حاصل في قوائم الانتظار. وأوضحت وزيرة الصحة أنه تم البدء في تنفيذ المشروع من يوليو الماضي بإنشاء غرفة قوائم الانتظار لمتابعة وإدارة المشروع والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، والتأكد من إجراء العملية الجراحية دون تحمله أي أعباء أو تكاليف. وتستهدف المبادرة إنقاذ حياة آلاف المواطنين نظرا لخطورة تلك التدخلات الجراحية وتقليل مدد الانتظار التي وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 3 سنوات. واستعدادا لتنفيذ المرحلة الثانية، قامت وزارة الصحة بعمل زيارات ميدانية للجهات المعنية للوقوف على تجهيزات نظم الميكنة، حيث سيتم ربط صدور القرار لحظيا على المنظومة دون الحاجة لسعي المواطن لذلك، مع استمرار المتابعة من خلال مركز الاتصال. شارك في المرحلة الأولى بالمبادرة 157 مستشفى تم خلالها إجراء أكثر من 83 ألف عملية جراحية في 9 تخصصات بكلفة زادت عن 900 مليون جنيه. شفنا تفاصيل في هذا التقرير، تعالوا نتكلم عن الواقع من خلال ضيفنا دكتور حمدي نبوي، استشاري جراحة المخ والأعصاب ومقرر الهيئة الطبية بمستشفى معهد ناصر. يعني دكتور حمدي، بتأكيد مستشفى معهد ناصر بيستقبل كثير من الحالات الحرجة، وحضرتك شغال في هذا المجال وبتلمس الفرق يعني دلوقتي على أرض الواقع ما بين
قوائم الانتظار قبل كده، وبعد توجيهات الرئيس ومبادرة وزارة الصحة في المرحلة الأولى للقضاء على قوائم الانتظار، قد إيه ده يعني لمسته من خلال عملك وردود الأفعال للمواطنين أصحاب الحالات الحرجة لما لقوا فيه توجيه بسرعة القضاء على قوائم الانتظار عندهم؟ دلوقتي صباح الخير عليكم. الأول نتكلم على يعني إيه كلمة قائمة انتظار، تمام، عشان المشاهد يفهم. قائمة انتظار معناها مثلا لو واحد عنده غضروف في الظهر مثلا أو عنده ورم في المخ، بياخد حاجة اسمها سكاديولد، ويعمل يعني إيه سكاديولد؟ يعني يترتب له ميعاد. ترتيب الميعاد ده مبني على حاجات كتيرة جدا. رقم واحد مبني على عدد المستشفيات اللي بتعمل الجراحة الدقيقة دي. رقم اتنين انك انت بتشوف الامكانيات جوه المستشفى. رقم تلاتة عامل الوقت. قوائم الانتظار موجودة في العالم كله، موجودة في انجلترا، موجودة في المانيا، موجودة في كل حتة تانية، بس ما كانش فيها نظام الربط. نظام الربط ده بقى موجود عندنا جوه وزارة الصحة. يعني وزارة الصحة دلوقتي حاليا تقدر تتصل برقم يقول لك انت تقدر تعمل العملية ديت في المكان الفلاني في الوقت الفلاني. يعني مثلا في عيانين مطلعين قرار من هنا، قرار عنافة الدولة، واحنا من الدول القليلة في العالم اللي عندها حاجة اسمها قرار عنافة الدولة، تمام، ودي حاجة تشكر لنا يعني لوزارة الصحة والقيادة السياسية. انك انت مثلا بتاع هنا ده يجي لي انا فؤاد ناصر يقول لي ده تعمله، ده خلاص دخل عندك. دي كلمة قائمة انتظار، انه ما يستناش فترة طويلة لو حالته خطر. بدأوا بتخصصات في المرحلة الأولى اللي هي تخصصات الحرجة زي جراحة القلب والصدر وتركيب صمامات القلب وحاجات زي كده، ده في تخصص جراحة القلب والصدر. عندنا في جراحة المخ والأعصاب طبعا انت عارف مدى خطورة أورام المخ وأورام النخاع الشوكي وانزلاق الغضروفي، وده بيسبب عجز قد ايه. بدأ في الأورام بقى عامة اللي هي الأورام بتاعت الجسم عامة، وبدأ في جراحة الرمد. بدأنا في الجراحات التخصصية دي اللي هي ما ينفعش الإنسان يستنى كتير جدا. تعالى نتكلم في موضوع تاني، هل هي دي الاستراتيجية؟ لا، بس لا، سيادة وزيرة الصحة عملت استراتيجية حاجة اسمها دي اللي اسمها استراتيجية قصيرة المدى اللي هي القضاء على قوائم الانتظار. استراتيجية طويلة المدى اللي ما حدش بيتكلم فيها خالص، اللي هي طويلة المدة واللي هتبان مع الشعب المصري خلال 20-30 سنة الجايين، اللي هي إنشاء المستشفيات النموذجية. دي فكرة عبقرية من السيدة الوزيرة، والسيد الرئيس وجه بتنفيذها. تم اختيار 47 مستشفى. ما انت اللي عملنا قوائم الانتظار ايه؟ ان عدد المستشفيات اللي الكفاءة بتاعتها مرفوعة لدرجة انها تعمل كل العمليات مش كافية بالنسبة للمرض. تمام. مش كافية بالنسبة للمرض، يعني هي بتبقى زي ميزان، مش كافية بالنسبة عرض وطلب. بالظبط. فاما انت تيجي تشتغل باستراتيجية قصيرة المدى وتوفر الماديات عشان تعمل العمليات العاجلة دي، انك مش هتقدر تقول لواحد استنى لما اطور لك او ارفع كفاءة 47 مستشفى في مصر. كل محافظة فيها مستشفى كبيرة، استنى 3-4 سنين بقى بمرضك، مش هينفع. دي كانت رحمة من السيد الرئيس، والسيدة الوزيرة كانت فكرها راقف دي، ان احنا نقضي على قائم الانتظار اللي تعبان حاليا، نعمله بخطة كاملة بربط كامل للدولة. الموضوع التاني بقى وده الاهم، انك تنشئ مستشفيات في جميع المحافظات عشان ما يحصل لكش قائم جديد. السؤال اللي حضرتك سألته لي وده المخطط ليه دلوقتي شغالين فيه يا فندم، شغالين فيه فعلا بقالنا سنة. مش انا يعني، انا رجل الوزارة فهمي. يعني الوزارة. تمام. انا حضرت اجتماع من الاجتماعات دي، السيدة الوزيرة ومدير المشروع وزميل فاضل ودفعتي حتى دكتور هشام، يعني بدأوا يشتغلوا في كده 47 مستشفى تجهز في كل محافظات مصر. 47 مستشفى جديدة؟ لا يا فندم. في منها كان ناشئ بس رفع الكفاءة انه يعمل العمليات دي بترفع كفاءته كله سوى واحد. يعني كلهم فيهم جراحة قلب وصدر، كلهم فيهم جراحة مخ وعصاب، كلهم فيهم جراحة عظام. يعني المستهدف انه يبقى في المرحلة الجاية 47 مستشفى نموذجية في المحافظات الجمهورية كلها. بالظبط كده. بمعدل انه يبقى فيه تقريبا مستشفى او اكتر في كل محافظة. هيوفر اقتصاديا وهيوفر عائليا. بالظبط. مش محتاج بتاع هنا يجي لي القاهرة عشان يتعالج. طب ده كويس لانه طبعا بيتناسب مع الزيادة السكانية، زيادة عدد المرضى، كمان عدد خريجين من كليات الطب يعني يلاقوا برضو فرص عمل في اماكنهم. لا احنا عندنا ان هم يروحوا يسافروا عشان يشتغلوا في حتة تانية. احنا عندنا عكس. عندكم عكس. يمكن السيدة الوزيرة قالت ده على الهوا مرة وأنا بقوله تاني. المصريين، عدد الأطباء المصريين العاملين، عدد الأطباء المصريين، ركز في كلام، العاملين
بالدولة السعودية الشقيقة 72,000. عدد المصريين الأطباء العاملين بوزارة الصحة 55,000. فتقريبا هم واخدين أكتر من نص وإحنا عندنا أقل من نص. لا إحنا عندنا عجز في تخصصات كتيرة. والسيدة الوزيرة نشدت عملت خطة بحيث إنها تعمل حافز الأطباء حتى السنة دي اسمه عام الطبيب في وزارة الصحة. إن أنا مش عايز الطبيب يسافر. بالظبط. حاول أوفر. وإيه العوامل اللي بتخلي بقى الأطباء يسافروا؟ الماديات رقم واحد. تعال نتكلم بصراحة الماديات. الماديات دي مش كان في فترة اتكلموا فيها عن رفع كادر الطبيب و يا فندم أنا قلتها في حلقة أو اتنين وتلاتة. كل المنظومة دي لن تنجح من غير ما يكون مرتب الطبيب الخريج ما يقلش عن 18,000 جنيه. الخريج ممكن احسبها لك بالورقة والقلم هيوديهم فين ال 18,000 جنيه ده؟ لان احنا بنصرف على الطب. احنا المهنة الوحيدة اللي لازم يتصرف عليها عشان تطلع اعلى. الجيل اللي زي اللي عدى ال 40 وال 45 كان انا اكبر من كده مش محتاج من الدولة غير ان انا ارد خدمات الدولة عليا انها علمتني وكبرتني وديتني ماجستير وديتني دكتوراه خلاص الحمد لله. انما الجيل الصغير بيبقى لسه محتاج يصرف على الطب عشان دراسات ويتعرف اكتر ويتعرف ان احنا التخصص الوحيد اللي ما ينفعش تكمل فيه من غير ما تاخد ماجستير ودكتوراه وتحضر مؤتمرات علمية. لك ان الطبيب اللي في سني مش انا يعني اللي في سني بيصرف ما بين 200,000 ل 300,000 مؤتمرات خارجيه الدوله ما تقدرش تشيلها بيشيلها من جيبه عشان يعرف الجديد في عالم طبعاً الطب. طبعا يا فندم انت دلوقتي عايز تعرف الالماني بيفكر ازاي. اقول لك حاجه بالمناسبه دي انا رحت لبرين لاب في المانيا عندهم دراع دلوقتي دراع الكتروني بيشيل عينة من ورا من المخ. احنا بنتكلم لسه في قوام انتظار هم بيتكلموا في ايه دراع الكتروني ياخد عينة من ورا من المخ مفيش تدخل بشري في الموضوع. تمام. فالقصود عشان تواكب التطور ده بدأنا نواجه مشاكلنا. احنا مشكلتنا دلوقتي في الجراحات فبدأ استراتيجيتين قصيرة المدى اللي هو مشروع سيادة الرئيس اللي هو القضاء على قوائم الانتظار دي قصيرة المدى. دي خلال شهور قليلة المريض بيعمل العملية على حسب خطورته. لو هو خطر خالص بيخش في نفس اليوم. يعني احنا واخدين تعليمات من السيدة الوزيرة ان لو العيان حالته خطرة جدا يخش فورا من الطوارئ مش يستنى. يعني في خطورة على حياته بيخش في نفس اليوم. واللي ممكن يستنى شوية جدولناهم على حسب المرض وخطورته وبنعمل على طول. ومجرد ما بيوصل لنا ما فيش مستشفى تقدر ترفض من المستشفيات اللي بتنفذ المشروع ده. طبعا انت عارف بيصرف ماليات كتير. طبعا عشان كده يمكن اجتماع الرئيس امبارح كان فيه وزير المالية. لان انت ده المرحلة الاولى كلفت حوالي مليار جنيه وكانت بدعم من البنك المركزي. بالظبط. فانت دلوقتي بتتكلم في مفاصل. انت عارف في 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 تحريك سعر الدولار معظم المفاصل بتتنفذ بره بتتصنع في امريكا وفي المانيا. انت في تحريك سعر الدولار واليورو انت المفصل بتاعك بقى غالي. المفصل اللي كان ب 21,000 جنيه وصل حاليا 56,000. تمام. فده تكلفه ماليه. عشان كده يمكن الصوره للمشاهد ليه وزير الماليه قاعد طبعا انه لازم يوفر فلوس لان المبادرات دي كلها لو مش بتدعم ماليا كويس مش هتنجح. ويأتي الدعم النهائي انك لازم عدد الاطباء بتوعك. يعني انا عندي ارقام ترعبك. يعني احنا عندنا استقالات جوه وزارة الصحة كل فترة المرتب ضعيف جدا. انا بناشد الرئيس كطبيب لابنائي الشباب بس سيبك من الكبار اللي زينا رئيس الصغيرين. تمام. نقف جنبه. طيب احنا عشان ما نبعدش عن الموضوع خلينا نتكلم في توزيع الحالات من خلال غرفة قوائم الانتظار. ازاي بيتم ادخال حالات المرضى من خلال المستشفيات او رقم الهوت لاين 15300 او التسجيل من خلال الموقع الالكتروني. يعني كل الاجراءات دي ازاي بتحصل دلوقتي بعد التوجيهات بضرورة القضاء على قوائم الانتظار؟ في المشروع نفسه قائم. انت عارف ان في زي ادارة مركزية داخل وزارة الصحة ماسكها طبيب محترم. مجرد ما بيجيله ان المريض مثلا شكوى على 15300 بيبدا المريض ده يقول انا مثلا عندي عمليه ورم في المخ وانا متاخر مثلا بقالي شهرين مثلا. هو طلع له القرار مثلا في محافظه المنيا. يمكن المنيا الدنيا متكدسه عندها هناك. فتبدا الاداره المركزيه دي تخاطبني انا في معهد ناصر تقول لي والله بفاكس جاي لك المريض فلان الفلاني برجاء اجراء الجراحه في اقرب وقت ممكن حسب خطوره حالته. فده غالبا ما بيكملش اسبوع وبيكون عمل. يعني في بعض الناس الفاكسات بتاعتها وصلت
ردينا عليهم ان انا هدعمها الاسبوع اللي فات مثلا. تمام. ما تبقاش الامور صعبه قوي، ولكن بقى في طريقه سهله انك تسجل ان انت عندك عمليه ولسه ما اتعملتش، موجوده الطريقه دي. بتروح مبلغه الاداره المركزيه، الاداره المركزيه بتوزعها على حسب المستشفى الموجوده عندها في الجدول. تمام. طيب احنا عندنا عدد الحالات اللي تم اجراء والقضاء على قوائم الانتظار فيها حوالي 83,000 حاله في المرحله الاولى، وفي الحقيقه اخبار بتقول انه النتائج المترتبه على الرقابه على المنظومه الصحيه ساهمت في توفير مبلغ قدره 192 مليون جنيه بسبب الغاء عدد 36,957 قرار علاج على نفقه الدوله غير مستحق. اتكلمنا بقى انه ازاي داخل الرقابه برضو في الموضوع، انه بيتم دراسه مين المستحق ومين غير المستحق، المبلغ اللي تم توفيره ده ازاي بيعاد يعني الاستفاده منه على الناس اللي مستحقه فعلا. تعالى نتكلم دلوقتي يعني ايه قرار عن نفقه الدوله. قرار عن نفقه الدوله ان كل مواطن مصري، ده كان من ايام سنين طويله قوي، بقى له اكثر من 20 سنه، واحنا من الدول القليله في العالم اللي بتعالج بالنظام ده، ودي حاجه تشكر للدوله انها بتقف جنب أبنائها المرضى. اللي بيحصل مثلا لو مريض، هديك مثال عشان تقدر المشاهد يفهم كويس، لو إنسان عنده مثلا غضروف في ظهره، جه كشف عندي في معهد نصر، فأنا قلت إنه محتاج يعمل غضروف، فبنعمل حاجة اسمها لجنة ثلاثية من ثلاثة أطباء، وهو واقف يروح واخدين منه بعد كده السكرتارية الطبية تاخد صورة البطاقة وصورة تقرير الأشعة. تمام. والكلام ده كله يتبعت عن طريق كمبيوتر للإدارة المركزية اللي عندنا في مدينة نصر اللي هي المجالس الطبية المتخصصة. بيطلع له قرار خلال بالكتير قوي من 3 أيام ل 10 أيام. طيب هاي يروح صادر القرار بإمضة المفوض من السيد الوزير بأن ده له قرار عن نفقة الدولة. تمام. القرار ده صدر، بيصدر القرار بقيمة المبلغ اللي مفروض يتعالج بيه بالمستشفى اللي المفروض هيتعالج فيها بالاجراء الجراحي المتبع حسب لجنه فنيه داخل المجالس الطبيه. يعني انا اشتغلت في المجالس الطبيه دي فتره، بتشوف الاشعاعات بيبقى في دكتور شاب معاك بيحضر لك الحالات كلها، يقول لك الحاجات دي كذا. قد يحدث تطور في مريض، هنا دور الرقابه بقى، فيقول لك لا مش هنقدر نعمل العمليه، اراء ثانيه مثلا، يعني مثلا مستشفى كذا بعتت لي انا في الاداره المركزيه في المجالس الطبيه المتخصصه ان ده محتاج عمليه مثلا تثبيت العمود الفقري. انا لاني اكبر خبره من اللي بعت، شفت مش انا لوحدي، انا واثنين كمان اللي اسمها اللجنه الثلاثيه، ثلاثه من الدكاتره من كبار الدكاتره بيقعدوا يشوفوا الاشعاعات وممكن ينظروا المريض. لقينا ان الامور ممكن تمشي علاجي، ده راي اللجنه، فبنلغي القرار. هو ده بالزبط. المبلغ اللي حضرتك بتقوله بقى بالظبط. الكلام ده لما بيعاد تدويره في علاج حالات تانية محتاجة. طبعا طبعا. بس الحقيقة انه هو طبعا يعني هو موضوع مفتوح ومحتاج نقاش لفترة طويلة، لكن وقت الحوار الحقيقة للأسف انتهى. انا بشكرك جدا دكتور حمدي نبوي، استشاري جراحة المخ والعصاب ومقر الهيئة الوطنية مستشفى معهد ناصر. ربنا يخليك يا فندم. شكرا شكرا. نتمنى طبعا الشفاء لكل المرضى واصحاب الحالات الحرجة، ونسيبكم مع موجز لأهم الأنباء مع زميل أيمن السيد، وبعده فقرة حوارية جديدة.